وزير الصحة يسأل الأطباء عن مؤهلهم الدراسي. ده سؤال يتسأل برضه. دكتور يعني اكيد خريج هندسة، وايه ام التناكة اللي انت فيها دي يا جدع؟ الدكتورة منى البرنس تنشر فيديو رقص جديد، هفضل ارقص طول ما فيا الصحة. ايه يا شيخ؟ ايه يا شيخ؟ ايه بقى يا شيخة؟ يا ستي ما ترقصي ولا تمشي ملطي في الشارع. ايه تسول الاهتمام الناس ده؟ زوجة مفجر كنيسة طنطا تنسحب من حوار احمد موسى على الهواء. اسم حضرتك ايه؟ اسماء. مين جوز حضرتك؟ طب تعرف الصورة دي؟ بص كده، تعرف الصورة دي؟ لا عايزك تبص على الصورة. مين؟ اسمه ايه؟ انا بسأل حضرتك، هتقولي لي اسمه ايه؟ خلاص انا ما اعرفش. قول يا بابا اسمه ايه؟ اسمه. عارفه ان جوزك هو اللي قتل الناس؟ مش صورته دي؟ الله اعلم. لا صورته ولا مش صورته؟ صورته. الله اعلم. لا هو اللي قتل، هو اللي قتل. ما تعرفش انه ارهابي؟ العلم عند الله. ما تعرفش انه ارهابي؟ لا ما نعرفش. مين اللي كان بيمشي مع جوزك؟ طب هو التزم امتى؟ كنا مع ذكر الريهام سعيد في حوار صحفي، بس ما كنتش في الفورمة الصراحة ابو حميد. يا راجل بقى يعني مش عارف تجيب بنات الراجل وتوريهم صورة ابوهم وتقول لهم عارفين مين ده؟ ده بابا اللي قتل الناس. رانيا ياسين عن تطابق نتائج استطلاعات اردوغان بمرسي يخرب عقلكم. الحزب مثلا الجمهوري والمعارضين كلهم قالوا احنا بنشكك في هذه النتيجة، وهي نسبة 51% وكم من 10؟ كانت كم من 10 يا جماعة؟ 1 من 10 باين. ايه نفس النسبة بتاعت مرسي؟ يعني هم سبحان الله حتى يعني هم بيبقوا عندهم دقة حتى في التزوير، يعني هي نفس النسبة ما بيغيروش، ما فيش جديد. يخرب عقلكم، ما عندكوش جديد. طب جددوا يعني، بلاش 51 نخليها 52 53 54 خليها 50، يعني هي نفس النسبة بالظبط بالظبط. قولي لهم يا اختي، قولي لهم فاشلين في التزوير، ييجوا يتعلموا مننا. تعليق عمرو اديب على التعديلات الدستورية التركية للرئيس اردوغان. الرئيس خاقان البر والبحر اردوغان زبط نفسه النهارده، بقى ديكتاتور رسمي، يعني عمل كل اللي هو عايزه. هو النهارده يعمل، على فكره في شبهه كبيره جدا انه في تزوير في الانتخابات او الاستفتاء اللي حصل النهارده. فاكرين لما الاتراك قعدوا يتريقوا علينا وقال لك الستات المصريات قاعدين يرقصوا قدام اللجان؟ بشره خير، اهي دي بشره خير التركي. ايفيت ايفيت ايفيت، ايوه اهي ايفيت ايفيت ايفيت، يلا يا بت يا ايفيت. نايرون نايرون. ده اردوغان اللي النهارده ما شفت السي ان ان سقف سقف بتتكلم على الدكتاتور. قال لك خاقان البر والبحر. عارف حرقان البر والبحر يا عمرو؟ تزوير ايه ابو تزوير؟ تزوير والنتيجه بقى 51%. بيقول لك الاتراك كانوا بيتريقوا على المصريين اللي بيرقصوا قصاد اللجان. يعني والله يؤسفني يا عمرو ان انا اصدمك. ولا اصدمك ايه؟ انت عارف انك بتكذب يعني. هو انت متخيل ان الاعلام التركي متابع الشان المصري ولا بيجيب سيره مصر بالخير ولا بالشر زيكم كده؟ بيقول لك ديكتاتور. امال الرئيس اللي قام في يوم فجاه وقال للناس احنا اكتشفنا جزيرتين عندنا مش بتوعنا وهنديهم لدوله ثانيه، ده تسميه ايه؟ عموما يا عمرو بيه، اذا كنت قلقان على الديمقراطيه في تركيا فاحب اطمنك، النظام الرئاسي مش اختراع جديد، امريكا دوله رئاسيه، وترامب اللي سياده الرئيس كان بيتبادل معاه عبارات الحب والهيام عنده كل الصلاحيات دي. عموما التعديلات لن يتم العمل بها الا في 2019، والانتخابات الرئاسيه التركيه في 2019 برضه. يعني الشعب هو اللي هيقرر برضه اردوغان يكمل ويستفيد من الصلاحيات دي ولا لا. ممكن يسقطوه وينتخبوا حد تاني غيره عادي خالص يعني. يعني اردوغان ما خدش السلم معاه فوق ولا حاجه، السلم كان وما زال في ايد الشعب. مش زي ناس تانية اختارت ان السلم يكون في مؤخرتها مش في ايدها. اللواء احمد عسيري، مصر عرضت على السعودية 40,000 مقاتل بري لحرب اليمن. عرضت مصر على التحالف، نعم، المعروف ان فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. الفتاح السيسي عرض على الحكومة السعودية وعلى التحالف أن تضع الحكومة المصرية قوات على الأرض، ولكن منهجية العمل وذكرتها في أكثر مناسبة لم تكن بوضع قوات غير يمنية في الأراضي اليمنية. لماذا؟ أولا اليمنيين هم أولى بأن يدافعوا عن أرضهم، أرضهم وعن حريتهم. ما عدد القوات المصرية اللواء أحمد عسيري؟ اليوم الجيش المصري يشارك معنا في الجهد البحري وفي الجهد الجوي، ولكن في ذاك الوقت كنا نتكلم عن رقم كان من 30,000 إلى 40,000 جندي كقوة برية، كقوة برية بالإضافة للقوات السعودية اللي موجودة على الحدود وغيرها من القوات التي ترغب في أن تشارك في العمل البري. اللواء العسيري اللي هو المتحدث الرسمي لقوات التحالف بيقول لك سيادة الرئيس هو اللي عرض عليهم وهم اللي رفضوا. طبعا بقى الناس هتقعد تزايد وتقول لك بنأجر
هيسكر جيشنا وبتاع، فشل. دي ابسط حاجه تعملها دوله خايفه على جنودها، يبعتهم اليمن احسن ولا سيبوهم في مصر وداعش يصطادوهم في سيناء. فيما عدا ذلك فكل شيء في مصر على وضعه. للمزيد من الطاقه الايجابيه المحفزه على الهجره، ما تنسوش تعملوا سبسكرايب عشان يوصلكم اشعار بالحلقات الجديده، ونتمنى تدعموا البرنامج بنشر الطاقه الايجابيه دي من خلال اللايك والشير. وكالعاده لينكات الاخبار كلها تحت في الديسكربشن. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. Thank you.